خوتي الاعزاء، مرحبا بكم. ان شاء الله الوصفه ديال اليوم ديال هذا الكاشير، كاشير كيطلع رائع رائع بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه اللي غادي تشوفوا. كما كتلاحظوا المكونات اللي عندنا هنايا يعني ماشي شي حاجه، يعني تشوفوا هذا الشيء هذا وتبقى تقولوا راه يمكن راه بزاف ولا هنايا يعني كل شيء متوفر في المنزل، يعني ماشي شي حاجه اللي هي ما كايناش. الروز كما كتلاحظوا، الباربا، الجبن هنايا كما كتلاحظوا، عندي هنايا واحد الزلافه ديال الارز، يعني هنايا من بعد ما سلقته ولا في هذا الحجم بحال هكذا. وكما كتلاحظوا شوفوا الارز اللي كيكون مزيان، يعني كيخصو يكون ابيض ويكون ناصح. هنايا كما كتلاحظوا عندي واحد ثلاثه ديال القطع ديال الجبن، فروماج انا عملت هذا ديال الاحمر، فروماج الاحمر، يمكن لكم اي فروماج يمكن لكم تعملوه. وعندي واحد شويه ديال الزعتر هنايا وشويه ديال القزبور، يعني القزبور يعني حبوب. وكما غادي نطحنوا ان شاء الله، ملي كنطحنوا كل شيء بهذا الميكسور بلونجو راه كيطحن كل شيء، ما كيخلي حتى شي حاجه. كما كتلاحظوا هنايا ملعقه ديال القزبور حبوب كنطحنوها، ملعقه ديال الكمون، وملعقه صغيره ديال سكينجبير، ملعقه صغيره ولا النصف ديالها ديال الابزار، واحد ملعقه كبيره تقريبا ما بينه وبين ما عمرش بزاف ديال بابريكا او التحميره، وعندي واحد شويه ديال الخرقوم، وغادي ناخذ واحد ملعقه ديال الهريسه يعني صوص ديال الزيتون. وغادي نعمل واحد الضامه ديال البنه يعني اللي اختياريه. وهنايا غادي نعملوا هذا الملون الاصفر، ملون غذائي اصفر هنايا باش كيعطي واحد اللون لهذا الكاشير، كيعطي واحد اللون رائع. وهنا يمكن لكم تعملوا جميع الالوان اللي حبيتوها، الاحمر ولا. وهنايا واحد عندي ثلاثه ديال البيضات، جوج راهم مازال ما خلطتهمش، وواحده راني عملتها مع هذه الباربا. الباربا نسلقوها وكنطحنوها مع زدت مع واحد ملعقه ديال الارز، واحد ملعقه ديال الرز، وواحد البيضه وطحنتها مزيان. وعندي واحد 80 غرام ديال السميده، واحد كاس قل ربع، وعندي واحد نص كاس العنبه ديال الزيت الزيتون، وواحد يعني ما كاملش واحد الربع ديالها ديال الزيت عاديه نباتيه. وهنايا وهذا الصوص هذا كيخصنا نشوفوا الصوص اللي كتكون مزيانه باش كتعطيها واحد لوغو واحد المذاق. هنا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. كما كتلاحظوا كناخذوا هذا الرز هذا يعني كنفسخوه شي شويه، وهنايا غادي نجيبوا هاد التوابل كامله غادي نعملوها في دقه واحده. هنا كنعمل واحد ملعقه كبيره ديال الصوص ديال الزيتون يعني الهريسه، وهنايا التوابل كما قلت لكم كنعملوهم كاملين وكنخلطوا. هنايا تشوفوا الطريقه يعني مزيان، والله يجازيكم الخير. ما تنساوش واحد اللايك للفيديو والبارطاج، واللي ما مشتركش كنتمنى ان شاء الله يشترك فضلا وليس امرا. ودائما كنقول لكم ما تنساوش اللايك للفيديو، دائما اللايك اللايك الله يجازيكم الخير، يعني اعطيو واحد العدد كبير ديال اللايكات الله يجازيكم الخير. كما كتلاحظوا هنايا عملت هذا البيض، هاد الباربا، هاد الجبن مع الزيت، مع هاد شويه ديال الزعتر، يعني الزعتر كيعطي واحد لوغو رائع. وهنايا كنخلطوا كلشي بحال هكذا مزيان. كما كتلاحظوا هنايا مع الاخوات طلبوا لي هاد الوصفه هادي، وهنايا عملت هاد الضامه ديال البنه. وهنا غادي نطحن هادشي كله ان شاء الله، وغادي نولي معكم وغادي تشوفوا الشكل ديالو كيفاش ولا. هنا كيطلع يعني رائع بزاف في الاخر في المذاق ديالو، كنتمنى ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه. وهنايا شوفوا من بعد ما طحنتو مزيان، يعني تطحن مزيان كيخصنا نطحنو شويه مزيان، وكنعملو مع هاد السميده، يعني السميده كنخليوها هي التاليه هي الاخيره، وكنطحنو مزيان حتى كنخلطوه كيولي على هاد الشكل هذا. هنا يسمحوا لي الكاميرا ما كان يعني ما لقيتش اللي غادي يشد لي الكاميرا، وما كانش عندي
يعني الرجيله اللي كتشد لي الهاتف. هنايا كنعملي واحد بابي سولوفان على سطح العمل. هذا البابي سولوفان ندوبل على جوج. هنايا عملت فيه هذا الخليط ديال هذا الكاشير هذا، وهنايا كنجمعو، غادي نجمعو من هنا ومن هنايا، وديك الساعه غادي نروليوه يعني كلشي واضح باين. هنايا كما كتلاحظوا غادي نشدو من اليوم هنايا وكنجمعو وكنروليوه بحال هكا حتى كيصلح كيصبح لنا بهذا الشكل هذا، وكنزيروه كنشدو من هنا ومن هنا وكندورو كندورو حتى كيتجمع بهذا الشكل بحال هكذا. وغادي نجيب واحد البابي الومنيوم بحال هكذا وغادي نعملو فيه بحال هكذا، يعني باش ملي غادي نعملوه في الماء ان شاء الله. انتم الماء كيكون ساخن، انا يمكن لكم تعملوه في الطنجره ديال الضغط، يمكن لكم تعملوه في مقلاه بحال هكذا وتغطيو عليه، لابد خصكم تغطيو عليه. هنايا انا مره كنبقى نقلبو بحال هكذا يعني وكنغطيه، يعني داك البخار كيولي عنده انتم بحال هكذا هنايا، وكنخليوه كيدوز واحد تقريبا واحد ثلث ساعة 25 دقيقة على حسب الطياب وعلى حسب الفرنو اللي شاعلين. هنايا حتى كتشوفوا كيولي يعني شاد راسو، يعني كيكون باين اللي كيطيب كيكون باين هنايا. وهذا البابي هذا راه كيشد يعني كيعطيه شوية باش كيخليه، ما خصناش باش ما يدخلوا لا ماء لا حتى شي حاجة. وداك البابي الومنيوم كيعاونو شي شويه باش كيبقى في الاخر ديالو، ما كيتحرقناش من واحد الجهه ولا، يعني ملي كنقلبو كل مره كنقلبو بحال هكذا حتى كيطيب لنا وكيولي على شكل رائع ان شاء الله. وهنا كنتمنى ان شاء الله الا كان شي تساؤلات خليوها لي في التعليق وغادي نرد عليكم. هنايا هاد الكاشير هذا كيجي رائع صراحة، تعملوه هكا في المنزل ديالكم وتخليوه، ملي كتخرجوه كتعملوه بحال هكذا وكتخليوه حتى كيبرد، غير يبرد واحد شوية كنحطوه في الثلاجة حتى كيدوز ديك ثلاثة ديال الساعات أربعة ديال الساعات ولا ليلة كاملة، عاد يعني تجبدوه وتشوفوا. أنا خليته دوز ليلة تقريبا كاملة، وهنايا ما كيكونش هو قاسح بزاف، راه كيكون رطب شوية مزيان. أنتم من بعد ما قطعتوا ترونش شوفوا كيف داير، يعني الترونش ديالو كيجي رائع بزاف، وهنايا حتى في الماكلة ديالو كيجي يا سلام. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقة، ردوا عليا في التعليق كيف جاتكم هاد الوصفة هادي. وكنتمنى ان شاء الله يعني كاع اللي جرب هاد الوصفة هادي يرد عليا في التعليق باش نشوف بانما جربتوا هاد الوصفة هادي. وكاين الاخوات اللي طلبوا لي هذا الكاشير هذا، يعني كيعجبهم يعملوا الكاشير هما في المنزل، وان شاء الله يعني كل شيء يعملوا في المنزل من هنا الفوق، وباش كتعرف شنو كتاكل والحاجه كتعملها نقيه يعني من يديك كتعرف شنو فيها، ماشي بحال الكاشير ديال برا راه غير يخليها الله وصافي. وبحال التشققات هادو ما ديوهاش فيهم يعني عادي. وهنايا شوفوا الترونج ديالو كيفاش كيجي يا سلام. خليكم إلى حلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.